ترى الناس كيجيبوا لوليداتهم في الافراح اللعاب كيجيبوا لهم الهدايا صغيورين. ساعات ديال سمعنا شي وليدات ديال شي شخصيات كيلعبوا بمليارات. عطيت ستة المليارات الاب بهم هاك، عطيت ستة المليارات الاب بهم، واخا غير سكت ولدي انت انا بعطيك ثلاثه. هادو راه بلاش واحد وبشهود كيلعبوا بالمليارات، واللي ما عجبوش الحال ينطح الحويطات. سمعتوا هاد الايامات شميتوا ثاني؟ شميتوا الهضره؟ الروائح الانتخابيه بدات كتعطي، تسجلوا في الروائح الانتخابيه. الروائح الانتخابيه تسجلتي في الروائح الانتخابيه ولا مازال؟ شحال الروائح عام ثاني بدات؟ ها الروائح بدات. الروائح الانتخابيه هبت علينا عاوتاني، ومن الواجب ديالنا الوطني والاجتماعي والانتفاعي والاقتصادي والمستقبلي والمضوي. الروائح الانتخابيه اسيدي ندخلوا لسوق الالوان وقيل غنخرجوا بالقفه خاويه. الالوان غتبدا عاوتاني الاخوان، هالقوقي هالبرقوقي وما حدها طقوقي وهي تبيض الفوقي ومول الدجاج ديما محتاج. واللوان عندهم ديما مزيانين، كيختاروا شي لوان مزيانين. هاللون العسلي، هالسمني، هاللون الفضي والذهبي، هادو لوان القطع. الكوطه الرابحه، نبح 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 تربح، اربح نبح تربح. الوان الكوطه العسلي والسمني، احنا قابلين بحال العسلي والسمني. اربح نبح نبح نجح، شطح وردح وزقح. ولكن كاين الوان اخرى، الوان الحقيقه، المدرقين بوريقه، مدرقين تزويقه بوريقه. على كل حال الله يخلينا في صباغتنا. كاين الالوان الحقيقه، حقيقتهم ها المصدي، ها اللون المصدي، ها الكاشف، ها المخزز، ها اللون الباهت، ها الوسخي والمسخي والمرشح سخي ومستعد ومأهل يمسحوا فيه الوسخي. هادو الوان المرحلة وطلوع من الزبالة. يا متى فرجت واقيلا في التلفزيون شي واحد عنده شي جمعية عاد أفاق من الناس، واحد كيلعب جيت البحر مع الدراري بداك الشيء كيجمع شي جويلقات وشي فريعات ما عنده الصحة دابا باش يدير هادشي. ملي كانت عنده ما دار والو، خصنا نجمعوا الزبل لحقاش البلاد كلها زبل. هذا واحد منهم كيقول البلاد كلها زبل، هذه القضية ما بيها شي شوية. جمعوا الزبل وانتم، ما احنا بلادنا كلها زبل وكانت نظيفة شحال هادي، وخصنا انتم كما كتبغوش تجمعوا الزبل وانت غادي تجمع هاد الزبل، وفينا هما الكاميوات باش تجمع الزبل. الزبل نديرو في جيوبنا، بلادنا كانت نظيفة وزوينة وجديدة وخصنا نتحامى ونجمعوا الزبل. والزبرة ماشي هو اللي مليوح في الزناقي، الزبرة حاجة أخرى. ثم لما كتبغوش تجلبوا حنا كنجيبوا لكم الدواء، حنا كنجيبوا الدواء والجلبة كنجلبوا لكم كل شيء. كتبغوش تجمعوا معنا الزبل، أسيدي خلي الزبل راه لما توسخت ما تنقى. اللون المبرهش، إنكم باستعمال اللون المبرهش، لون المرحلة،
اللون المبرهش والهتاف وضرب الرش وتزكية المش والحنش وعلما كيبان وكيظهر في الأفق الناس كلها غادة تصوت على اللون اللي عاجبها هو اللون الخزي اللي طالع لنا كلنا. واش باقي خاصكم مالكم؟ يقدرنا مجلس الشباب وحنا غنديرو مجلس الشيوخ مجلس المشوي والكباب ومن بعد العقوبة المجلس الكهول مجلس بالكهول وبدون كهول. احنا كنقولوا لا زربه على اصلاح كل شيء مصلوح عتقوا الروح مالكم على هاد الزربه اش باغي نتصلح كل شيء مصلوح الا ما جا الاصلاح اليوم يجي غدا ولا ما كان غدا تال بعد غدا ومالكم اللي زربوا راه ماتوا بشويه علينا بشويه علينا. بلاد عامره فقراء والمش خايف من الفراغ. الفقراء لقينا لهم الحل تنديم الأسرة. الفقراء في هذه البلاد لقينا لهم الحل والصراع الطبقي على الطبق شي لاوي وشي ملاوي والو. الفقراء ما خصهمش يبقاو يولدو غير الدوماليين والبرشوازيين هما اللي غيولدو تتولي البلاد غير برشوة على أخوه وناخذوا البلاد ما يبقاش فيها المهمش وكحل الراس والفقراء وما تبقى تزهراء وما تمشيش فلوس خسارة. هنا محطة كابونيغرو وما شفنا مارينا سمير والمينا وتخريب لينغا وريستيرينغا وريستينغا والأندلس والقبيلة وأراضي ومشاريعنا مشاريعنا دابا يوريكم يورينا هنا كابو نيغرو هنا ريستينغا من شارع لانغوست نحدثكم إلى زنقة الكروبيت وساحة الكافيار بالله هنا كابو نيغرو هنا ريستينغا من شارع لانغوست نحدثكم إلى زنقة الكروبيت وساحة الكافيار بالله. الناس سيدي في هذه الجزيرة داخل المغرب بحال في الخارج كيشجعوا الاقتصاد الوطني باستعمال البواخير والزواريق والمواد الأجنبية بلا فاكتورة بلا بون. أما سكان الغيران من دوك الجيران يمنعوا عليهم الدخول إلى مناطق البرشوازية ما يعوموا ما يدوزوا ما يرجعوا ما يشوفوا ما يعرفوا المهلوكين من العباد يمشوا للواد. اللي كيقول ما عندناش التلفازة والإعلام كيقول الحقيقة. احنا كنحلوا التلفزيونات راه عندنا جوج هم ضاربين على الحقيقة ما عرفناش من حقيقات. لا هما في الحقيقة فيهم الرأي الآخر فيهم المشاكل ديال المواطنين كيبينوا واش واقع في البلاد كيبينوا داكشي ديال الطلبة كيبينوا دوك المعطلين والمعطلات. شكون اللي قال لكم التلفزه ديالنا ما كتقولش الحقيقه؟ لا بالعكس كاينه برامج ديال الراي الاخر كاينه برامج على الانتخابات كاينه برامج على البرلمان كاينه برامج على المديونيه كاينه برامج ديال التقرير ديال البنك الدولي يعني كاينه برامج خصكم غير تتبعوا. كاينه برامج كتبان كل نهار كاينه هذه البرامج لا في الاولى ولا في الثانيه هذه البرامج كتبان كل نهار ما خطا اثنين وثلاث والاربعاء والخميس والجمعة والسبت والحد
شوفوا كي ديروا نتوما دبروا على ايامات اخرى وشوفوا فيها الحقيقه. وشكون يقدر يدوي معنا؟ شكون نديروا حنا اسبوع ديالنا فيه 30 يوم؟ واحد بلا شهاده زاد، واحد بالشهاده داه الواد. اجي عرفتوا علاش ما بغاوش يلقاو دوك المعطلات والمعطلين الخدمه؟ انت باغين فيهم الخدمه. كاين اللي ندم حنت ما قراش، كاين اللي قرا وندم ما لقى فين يخدم. في الحقيقه راه كلشي نادم، كتلقى كل معطل كل معطل عنده شواهد عليا، وحدها شهاده طبيه ديال السليخ، شهاده طبيه ديال الضرب والجرح وقت الاعتصام والاضراب على الطعام. شحال كثروا ديال المسؤولين، وقلبت على المسؤوليه بالريق الناس ما لقيتهاش. كتلقى كل مسؤول عنده 40 وظيف، ياخذوا ليه 39 ولا ياخذوا ليه 40 كاع ويعطوها للمعطلين. هما بالعاني دايرين الطلبه في الجامعات باش يلاهيهم الساعه الطلبه قراو وندموهم. يلا سي المعطل زيد، شحال عندك من عام؟ 30 تروطار. غلط ديالك، بقيتي كتسنى حتى كبرتي، كبرتي على الخدمه. وكاين واحدين اخرين عندهم 20 وحتى يكبروا نشوف. طيب بداو يخدموا من 20، شويه عليهم، من 20 عام دغيا بغاو يخدموا. مول 20 مازال الحال، ومول 30 مشى الحال، ومولات 25 محال. كاين اللي داو جاب وكبر وشاب ومازال شاد الباب، وعنده 1000 شغل، 1000 شغل في كل مجال، مع اصحاب الحال والمال والحل والقفال. أزيدها حصلنا على الشواهد، وحصلنا بهاد الشواهد نيت، التعليم عالي والأجر هابط وبالي. المهم انت معطل، خلينا العنوان ديالك والرقم ديال البورتابل تليفون المتنقل باش لا لقينا لك الخدمة نعيطو عليك فين ما كنتي. في الهاتف المتنقل. واش انا براسي متنقل ما مستقرش ما عندي لا خدمه؟ واش كضحكوا علينا؟ لازم 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 حقنا يتخاذ، ماشي ياخذوه لينا، لازم ناخذوا حقنا. لازم 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 حقنا ما يتخاذ، رغم التحقير ومر الحقاد، رغم التحقير ومر الحقاد. معطال ومعطالة شواهدهم شهاد، وفئات البطالة ومطرودين جداد، وفئات البطالة ومطرودين جداد. في جبين الواقع داقين وتاد، حتى يطاوعنا المراد. الشغل راه دخل سوق المزاد، والمباراة لعباه يا الولاد. وحنا صبر باللاتي وسير، سير سير من غاد لغاد. لا احترام أجل، لا وفا في الميعاد، لازم حقنا يتخاذ.